أيها السادة، أسعد الله أيامكم. أثار نور الدين بوقروح الوزير الجزائري الأسبق والزميل السابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أثار ضجة بعدما كتب عمودا تحت عنوان صادم: تبون هذا المجنون، والذي شن فيه هجوما لاذعا على الرئيس الجزائري الحالي الذي ليس له مكان بحسب نور الدين بوقروح سوى في مستشفى للأمراض العقلية. إلى ذلك، نشر وزير التجارة الأسبق خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة نور الدين بوقروح، وهو الذي شغل منصب وزير ما بين 1999 و2005، نشر على صفحته في فيسبوك يوم الاثنين 14 يونيو 2021 مقالا طويلا يعري فيه الوجه الحقيقي لعبد المجيد تبون زميله السابق في الحكومة. بالنسبة لنور الدين بوقروح، فإن أصل الجزائر الجديدة التي ترتكز على رئيس غير شرعي ودستور وانتخابات قاطعها قرابة 80% من الناخبين، هناك خلاف بين جنرالين قيد صالح وواسيني بوعزة. هذا الأخير وهو الرئيس القوي السابق للمخابرات الجزائرية كان يتوفر على ملف فساد ضخم يتعلق بعبد المجيد تبون، الذي كان يحضر له بالفعل أو يحضر له بالفعل زنزانة في سجن الحراش إلى جانب ابنه خالد والوزيرين الأولين السابقين عبد الملك سلال وأحمد ويحيى، إلى أن قيد صالح رئيس الأركان ورجل النظام القوي بعد تنحية عبد العزيز بوتفليقة إثر اندلاع الحراك في فبراير 2019، رأى في ملف الفساد الذي يوجد ضد عبد المجيد تبون سيجعل من هذا الأخير رجلا خانعا ويسهل التحكم فيه. بقية القصة معروفة لدى الجميع، يشرح نور الدين بوقروح: وفاة قيد صالح المشبوهة مباشرة بعد انتخاب تبون وإطلاق سراح تبون الابن، ثم سجن وسيني بوعزة وتنزيله من رتبة جنرال إلى مجرد جندي بسيط. وفي النهاية، فإن الجنرال سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الحالي هو الذي ورث ملف تبون الأسود، الذي أصبح مجبرا على الامتثال لأوامر شنقريحة أو مواجهة السجن. وكتب نور الدين بوقروح: لم يسبق في تاريخ الأمم أن لوحظ مثل هذا التقارب بين السجن وقمة هرم الدولة. لكن الأمر الأكثر خطورة في نظره هو أنه بسبب الآثار المتزامنة لدخوله المستشفى لفترة طويلة في ألمانيا خلال فصل الشتاء الماضي، والضغط المتضارب الذي مارسه شنقريحة من جهة، والاحتجاج الشعبي المناهض للنظام من جهة ثانية، فقد بدأت تظهر على الرئيس الجزائري الحالي في الأشهر الأخيرة أعراض الهذيان الارتعاشي: الخوف والجنون. هذين الحالتين ترتبط في الغالب لدى الرئيس بالاستهلاك المفرط للكحول. ويرى نور الدين بوقروح أنه عندما تكون مجرد شخص بسيط فإن الجنون هو محنة لا تطاق، لكن عندما تكون رئيسا لأكبر دولة في إفريقيا فإن ذلك يشكل تهديدا ومصدرا للاضطراب الدولي. لم يعد مصير الرجل على المحك، بل مصير أمة وجوارها. في الواقع، القول بأن الحراك مبارك لأنه من مكن من تنحية بوتفليقة واستبداله بتبون، وأنه من خلال انتقاد هذا الأخير يصبح الحراك أقلية خارج عن القانون، هو مؤشر، بل أقوى مؤشر على تدهور الملكات العقلية للرئيس الجزائري الحالي.
بل أقوى مؤشر على تدهور الملكات العقلية للساكن الحالي في قصر المرادية الذي يصم آذانه عما يطالب به الشعب الجزائري. كما أن التصريح دون حرج أن الجزائر لديها أحد أفضل الأنظمة الصحية في العالم قبل أن يتم نقله في طائرة طبية لكي يعالج مرتين في ألمانيا لمدة 3 أشهر هو دليل على افتقاد تبون للحس السليم والقدرة على التمييز. علاوة على ذلك ولتبيان فشل النظام الصحي الجزائري، كان بإمكان بوغروح أيضا أن يستشهد بحالة سعيد شنقريحة الذي يعالج بانتظام في سويسرا، أو فضيحة محمد بن بطوش الاسم المستعار لزعيم البوليساريو الذي نقل مؤخرا للعلاج سريا في أحد مستشفيات إسبانيا، والذي من تداعياته الأزمة المتواترة اليوم بين المغرب وإسبانيا. يفتقر تبون أيضا إلى الانسجام العقلي عندما يتعلق الأمر بالتلاعب بالأرقام الخاطئة، فهو دائما يقلب الأرقام رأسا على عقب. وعندما تؤكد الدراسات العلمية مثلا أن اقتصادات العالم شهدت ركودا بنسبة 20%، يتحدث تبون عن 80% من أجل التخفيف من الصدمة النفسية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر. وهذه النزعة الجنونية إلى عكس الأرقام وتحويرها هي التي كررها مع الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي بإعلان الأغلبية أقلية والعكس صحيح. هل يمكننا التحدث بشكل منطقي عن الشرعية الشعبية عندما يقول 30% من الشعب نعم لشيء ما و 70% من المئات بالمئة تقول لا؟ إن النسبة الأخيرة وليست الأولى هي التي تضفي الشرعية، وإلا لكان العالم يمشي على رأسه. لكن تبون عفوا لا يكترث بذلك مطلقا. لكن تبون لا يكترث لذلك مطلقا عندما يقول إن نسبة المشاركة لا تهمه. وأي رئيس لا تهمه نسبة المشاركة؟ إنه يتناسى أنه انتخب من قبل أقلية من الناخبين، 4.9 مليون من أصل 24 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات، وأن دستور الجزائر الجديد الذي قدمه للاستفتاء رفض من قبل 4 أخماس الهيئة الناخبة، وأن الانتخابات التشريعية التي تشبث بإجرائها بأي ثمن لم يشارك فيها في أحسن الأحوال إلا 30% من المسجلين في اللوائح الانتخابية، رافضا بذلك أن يرى الكأس الممتلئة بنسبة 70% بلا. هكذا ما كتبه مؤلف كتاب الجزائر بين السيء والأسوأ سنة 1997. لكن تبون لا يشكل فقط تهديدا بهلوساته على الجزائر لوحدها، حيث يرى الإرهاب في كل مكان، بينما يؤجج نار الانفصالية في منطقة القبائل أيضا، بل يشكل بحسب بوغروح خطرا على جيرانه، سواء من خلال تصريحاته المفاجئة حول التدخل العسكري الجزائري المفترض في ليبيا، أو خططه لإرسال قوات إلى منطقة الساحل. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخرجة الإعلامية القوية لبوغروح المرشح السابق لأول انتخابات رئاسية تعددية عام 95 في الجزائر مجرد انتقاد بسيط لتبون، أم تشكل رسالة تحذيرية موجهة عن بعد من قبل جناح من الجنرالات. تتجلى هذه الفرضية الأخيرة من خلال تلميح بوغروح بصفته رجلا سابقا في النظام وبإمكانية وقوع انقلاب طبي على تبون المجنون، وتساءل طالما أن تبون يريد أن يخفي 70% من الجزائريين، ألن يكون من الأسهل والأكثر منطقية اقتصادا بالنسبة له أن يذهب ويبحث له عن مكان آخر؟ أن نرى ما إذا كانت هذه الخرجة الإعلامية القوية لبوغروح الوزير السابق
في عهد بوتفليقة، والمرشح السابق لأول انتخابات رئاسية تعددية عام 95، مجرد انتقاد بسيط ذات بون، أم أن هذه الخرجة تشكل رسالة تحذيرية موجهة عن بعد من قبل جناح من الجنرالات؟ تتجلى هذه الفرضية الأخيرة من خلال تلميح بوغروح بصفته رجلا سابقا في النظام بإمكانية وقوع انقلاب طبي على تبون المجنون، وتساءل طالما أن تبون يريد أن يختفي أو يخفي 70% من الجزائريين، ألن يكون من الأسهل والأكثر منطقية والأكثر اقتصادا بالنسبة له أن يذهب بعيدا ويبحث له عن مكان آخر غير قصر الموردية؟ ما هو مؤكد هو أن الأيام القليلة القادمة ستكون حبلى بالأحداث في الجزائر، يقول محمد ولد بواح.